بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة كان كما كتشوفوا كان سند ورائع، وكان هناك تجاوب كبير بين الحاضرات وبين الحضور ككل، وما بين المؤطرتين اللي هي الأستاذة ربيعة طنينشي اللي أتتنا من مدينة أخرى بكولة، هي برلمانية الولايتين وكذلك مستشارة، وما ننساش كذلك الأستاذة السياسية الكبيرة اللي هي فاطمة بالمدن اللي استجبت للدعوة مباشرة وأتتنا. بطبيعة الحال كان تأطير رائع جدا، كانت محاضرة قيمة وشيقة تفاعل معها الحضور بقوة. كذلك هذه المناسبة هذه رأينا أننا نكرموا في واحد مجموعة ديال الموظفات المسجد الجامعي اللي هما اللي منهم اللي تقاعدت خلال شهر 3، واللي منهم المقبلات على التقاعد. لما؟ لأنهم أبلينا البلاء الحسن في خدمة مواطن هذه المدينة. كذلك من اجل تحفيز باقي الاخريات على الاستمرار في مثل هذا في مثل القيام بواجبهن نحو مدينتهن. ما ننساش كذلك ان هذه الاحتفاليه كتاتي يعني كتاتي كذلك من اجل يعني تكريم مجموعه ديال المستشارات اللي سبقونا في الميدان، اللي سبقونا في يعني سبقونا في تدبير الشان المحلي على مستوى مدينه المحمديه، واللي هي استاذه حبيبه واللي معروفه اللي على مستوى المدينه وعلى مستوى الوطني، واللي هي كتنتمي لحزب الاستقلال واول مستشاره في مدينه المحمديه، واللي خدات غمار ديال السياسه في 1976 كاول مستشاره، وكذلك الملكه الفد بحكم كذلك العطائها السياسي الكثير وكفاعله جمعويه كذلك. ما نساوش الافضل ديالها على يعني على يعني على على المجتمع المدني، بحيث انها كتكون دائما راه الاشاره في يعني في تقديم المصلحه والنشر. كذلك عاوتاني كنعتبرها كاستاذه ديالي، وليت هي ساهمت معايا في انجاح هذا النشاط هذا. وما نساش كذلك اخت خديجه داده اللي هي فاعله سياسيه، واللي بطبيعه الحال كانت كمستشار من 2003 ل 2009 اللي خادت غمار التدبير المحلي بجانب اخوان ديالها حزب العداله والتنميه، واللي ساهمت بشيء الكاسب بطبيعه الحال في ترك بصمه في هذه المدينه هذه يعني بمساهمتها. وبهذه المناسبه هذه كنشكر السيد الرئيس على يعني على المجيء ديال الحضور ديالو، كنشكر كذلك النواب اللي حضروا من بينهم السيد النائب الاول اللي هو السي كسار، وكذلك النائب السي وهوب، والمستشارات الجمعيات اللي خديجه بوسلهام من البام، وكذلك المستشاره فاطمه ديم فاطمه من الاتحاد الاشتراكي، والمستشار الدكتور المحامي نجيب البقالي اللي بطبيعه الحال شرفنا الحضور ديالو وتفاعل معنا بالمداخله ديالو القويه فيما يخص كل ما يتعلق بالمراه. وما نساوش كذلك اننا نشكر المجتمع المدني اللي حضر بقوه، في الحقيقه حضر بقوه، كنشكره جزيل الشكر. وما نساوش كذلك الجمعيات اللي يعني ساهمت معنا في انجاح هذا التدور، بينهم الجمعيه ديال سيد العشي بتنظيمه لمعرض للصور، وما نساوش كذلك يعني الشريك ديالنا الاساسي في تنظيم هذه التظاهره اللي هو النادي البلدي، كنشكره كثير على مساهمتنا في انجاح هذه التظاهره هذه. وكنشكر يعني كل من ساهم يعني القسم الشؤون الثقافيه والرياديه وال يعني من كل ما من بعيد او من قارب، وما ننساش كذلك الصحافه المحليه. كنشكر الجميع في الحقيقه بدون استثناء اللي ساهم في هذه الدوره، وكنتمنى المزيد من مثل هذه النشاطات هذه، وبطبيعه الحال دائما بالتعاون مع الجميع. ما ننساش موظفي الجميع اللي حضروا بحال اللي قلت اللي حضروا، وما ننساش نذكركم كذلك راه كاين هناك واحد الحفل امسيه غادي ينظم المجلس الجماعي بالتنسيق مع جمعيه الطموح يوم السبت، واللي غتكون على الساعه الثالثه. فمرحبا بالجميع، مرحبا يعني التواجد ديالكم راه دعم لهذا المجلس هذا. وكل سنه وانتم طيبين، سواء امراه او سواء رجل، وشكرا جزيلا للجهويه بريس.